رجعنا جديد. يعني الأردن بلد الخير، وبنعرف قد ايه احنا كلنا فعلا ايد بايد لنبرز جمال أردننا. اليوم معنا واحدة من المبادرات اللي فعلا اشتغلت حتى تبرز جمال مواقعنا السياحية، وبنتحدث عن العقبة تحديدا، ويعني ما بنقدر نفصل ونميز محافظة عن محافظة، الجمال موجود في كل مكان داخل وطننا. واليوم لما نحكي عن مبادرة عالم إيجابي، هذه المبادرة قائم عليها العديد من الأشخاص اللي اشتغلوا فعلا إيد بإيد لحتى أنهم يقدروا يخلقوا هذا الفرق على أرض الواقع. يسعدنا أن يكون معنا منسق عام مبادرة عالم إيجابي الأستاذ خلدون الرباع، وأيضا معنا الأستاذ رامي خوالدة والدكتورة راما العروري. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكم جميعا، ويعني جهود طيبة حقيقة، خصوصا في الجنوب او في اقصى في ساحلنا الجميل في على البحر الاحمر في العقبه. نحكي لنا استاذ خلدون يعني عن هذه المبادره وارتباطها بمدينه العقبه الساحليه الجميله. يا ستي الله يسعد صباحكم اول شيء، وصباح جميع مشاهدينا وجميع الاردنيين، وصباح قيادتنا الهاشميه الحكيمه. حياك الله. بتعرف يا ستي اول شيء بنشكركم على استضافتكم للمبادرات الشبابيه والاهتمام بالشباب واللي بيقدموه للبلد بشكل عام. العقبة ستي بتعرف هي في صيف ساحل الأردن، تضم جميع فئات المجتمع الأردني من إربد، من عمان، من الكرك، من الطفيلة، من كافة فئات المجتمع. فهذا التنوع بالسكان بيخلق حالة من التآلف، بيخلق حالة من المحبة، بيخلق حالة من الإبداع والريادة للمنطقة اللي هم بيعيشوا فيها. مبادرة عالم إيجابي بلشنا فيها بال2015 بأفكار ريادية شبابية إبداعية بتحاكي تطلعات الوطن وبتحاكي تطلعات سيدنا بما يختص بمدينة العقبة وباقي المدن. في الحقيقة اشتغلنا على العديد من البرامج التطوعية، منها التوعوية، منها الترويج للسياحة للعقبة، منها إظهار الثقافة الجميلة الموجودة داخل مدينتنا الجميلة، الخصوصية. اشتغلنا على العديد من الحملات التوعية اللي بتختص بموضوع المحافظة، مثلا على النظافة. اشتغلنا مثلا على برامج تختص باستقبال زوار العقبة، إن كان بالمطار أو إن كان على مداخل العقبة بشكل عام، بالإضافة إلى عمليات التجميل داخل المدينة. إضافة دمجنا ما بين الريادة المجتمعية وريادة الأعمال. بتعرف سيدنا الله يخلينا إياه وسمو ولي العهد الآن عم بوجه الشباب إنه يتوجهوا لريادة الأعمال لإنشاء مشاريعهم الخاصة. طبعا. قدرنا بحمد الله والتشاركية مع الجميع إنه نوفر لهؤلاء المتطوعين دورات تدريبية بتأهلهم إنهم يفتحوا مشاريع خاصة، بالإضافة إنه يوجد لحالهم فرص عمل بالسوق. والحمد لله كان في كثير نتاج على أرض الواقع على كافة البرامج اللي اشتغلناها. لاحظنا استقبال المواطنين للبرامج والأفكار اللي عم نطرحها، لاحظنا قديش شبابنا عم بيستفيدوا من الدورات اللي احنا قاعدين نقدم لهم إياها، وقاعدين هم يفتحوا مشاريعهم الخاصة. وإحنا ستي من خلالكم بندعو جميع الأردنيين لزيارة العقبة. الآن العقبة عم تتوسع بجماليتها، بطقسها المتنوع، بالخدمات. كلكم سكان العقبة؟ نعم. يعني أنا عم بحكي إنه بهالبردات لو توسعنا العقبة كل الأردن بتتوسع. ما شاء الله عليكم. وإحنا الحقيقة بنشكركم إنه يعني اجيتوا سافرتوا لعمان حتى نكون على اطلاع بهالشغل الجميل الايجابي اللي عم تشتغلوه. استاذ رامي لو سمحت تحكي لنا عن هالتنوع اللي حكى عنه الاستاذ خلدون، تحكي لنا عن اهم المشاريع اللي نتجت عن مبادره ايجابي. المبادره كان لها وشي. يعطيك العافيه. صباح الخير. صباح الورد. بحب اصبي على الاردنيين وبصبي على اهلنا بالعقبه كونهم يعني من المبادرين اللي كانوا موجودين معنا. احنا فريق كبير الحمد لله ما شاء الله، وقدرنا يعني خلال الفتره الماضيه انه نحقق كثير من البرامج. المبادره بشكل عام كان لها يعني وجود في العقبه، وقدرت تعمل نقله نوعيه للمبادرات. يعني احنا بنعرف ان المبادرات كانت اهدافها محدده، لكن مبادرتنا كان لها نقله نوعيه في يعني تغيير مبادره شامله يعني. نعم بالضبط. فكان عندنا من يعني من ضمن الاشياء اللي عملناها اللي هي عملنا عده مشاريع ساعدنا الاعضاء الموجودين بالمبادره انهم يقدموا مشاريع جديده ويقدروا يوصلوا لأهدافهم اللي هم بيبحثوا عنها. لأنه إحنا يعني المبادرة كثير منها يعني
خلينا نحكي فئة الشباب والأعمار يعني صغير، يعني خلينا نحكي من 20 وطالع يافعين تقريبا بالضبط. أول فكان شباب لهم يعني عندهم أفكار وعندهم أهداف، إحنا قدرنا من خلال المبادرة الحمد لله أنه نحقق هاي الأهداف والمشاريع اللي هم بنا. نشوف صور طبعا إحنا يعني على الشاشة من بعض من فعالياتكم ونشاطاتكم اللي قمتوا فيها في العقبة، وواضح البحر وراكم الجميل ما شاء الله. يعطيكم العافية. أنا اللي لفتني يعني من خلال كلامكم قديش اشتغلتوا على أكثر من نطاق، يعني كان موضوع سياحيا، كانت بنية تحتية، كانت مبادرات، كانت مشاريع للشباب، وهذا الإشي اللي بده جهد أكبر، لأنه زي ما حكينا المبادرات عادة تتخصص بإشي معين، وخصوصا في العقبة. يعني العقبة هي كمان خلينا نحكي واجهة للأردن، ومنشوف قديش عدد السياح اللي عم بيكونوا دائما متوافدين على العقبة. أنا راما بدي أعرف دورك فيه، يعني اليوم عم نحكي عن الشباب ودور الشباب والفئة اليافعة، دوركم ودورك تحديدا والنطاق اللي اشتغلتي عليه في المبادرة. أول شيء سعد صباحكم، شكرا لهذه الاستضافة اللطيفة. أنا من الشباب، أنا من أحد متطوعين مبادرة عالم إيجابي، بلشت معهم عام 2019 وكانت الانطلاقة، كنت لسه هيك بعدني بدي أفوت على الجامعة وبحمل الحياة وما بعرف شو الهدف بالضبط. أنا عندي طاقة، عندي وقت، عندي أفكار، بس أنا مش عارف شو بدي أعمل. تعرفت وقتها على مجموعة من الشباب، ومجموعة من الشباب عرفوني على مبادرة عالم إيجابي، وبعديها انطلقت في هذا المجال. أول مرة كنت بعرف أصلاً مجال تطوع، شوي كان لسه أنا مش عارفة شو التطوع، يعني شو بدنا نعمل، طب وين نروح، شو مهمتنا بالضبط، شو هدفنا، إحنا ليش موجودين هون. هذا أعطاني فرصة أعرف أكثر إنه عن جد إحنا بنقدر نعمل إشي، بنقدر نغير. عندنا مفاتيح كتيرة، يمكن شوي منضيع الباب أحيانا، بس عالم إيجابي وداني على مكان أنا يمكن ما كنت أعرف إنه هذا المكان موجود أصلا، زي خلينا نحكي الحديقة السرية. دخلنا بأول شيء مبادرات مجتمعية هيك خفيفة، بعدها بلشنا بموضوع الريادة، بعدها بلشنا في موضوع التدريبات، صرنا إحنا نأخذ تدريبات TOT، وبعدها نبلش إحنا نعطي التدريبات بالضبط. فلما تشوف إنه أنت عم بينشغل عليك، عم تنعطى معرفة، وبعدها هاي المعرفة تقدر إنك أنت تستخدمها وتوقف على البوديوم تحكي أنا أخذت واحد من ثلاثة، عم بعطيكم هلأ واحد من ثلاثة، وبتحس إنه هاي بالنهاية هيك رسالة، وأنت حاب إنك عن جد توصلها. فإشي كتير حلو، تحس إنه يعني أحياناً أنا بقول لهم أنا بشبه مبادرة عالم إيجابي بشخص هيك كبير ودائماً عم بطلع عليك بعيون فخورة، ودائماً عم بعطيك إنه أنت بتقدر تعمل هذا الإشي، أنت بتقدر تسوي هذا الإشي، أنا شايف فيك، شايف جواتك طاقة، وأنا بقدر يعني أسهل لك الطريق شوي صغيرة، بس أنت همتك أكبر. صح. فهذا اللي أعطتني إياه مبادرة عالم إيجابي. ما بعمري بوقف، أول إشي بحكي في أي مقابلة، في أي مقابلة عمل، في أي إشي بكون واقف قدامه بحكي إنه أنا متطوعة. أول جملة ببلش فيها هذا بيعطيني أو بيعطي انطباع للشخص اللي قدامي إني أنا عندي experience، وهذا الإشي اللي فتح لي مجال حتى في سوق العمل. يعني إحنا لما نيجي نحكي عن تطوع هلا صار يستخدم في CV زي ما بيستخدم أي خبرة، ولا يقل أهمية عن أبداً. أي خبرة عملية سابقة. بالضبط. فهلا لما يسألوك إنك أنت وين تطوعت وشو عملت، شو سويت، اكسبيرينس التطوع اللي كانت مع عالم إيجابي هي مختلفة تماما. لأنه تدرجت فيها من أول شيء من الأشياء الصغيرة اللي هو عادي نروح ندهن حيطة، نعمل حديقة، بعديها نعمل مدرسة كاملة، بعديها ناخد تدريب TOT، ندخل على هذا المجال، نعطي تدريبات في هذا المجال. هذا السلم اللي طلعناه خطوة خطوة مع عالم إيجابي كان عم بيفتح بوابة تانية، خلينا نشوف إنه عن جد هلأ سوق العمل مختلف. خلاني في مرحلة من مراحل حياتي أعمل شفت كارير، إنه أنا هذا المجال لا ما بيناسبني، هذا اللي بيناسبني أكثر. عرفك شو بتحبي وشو الإشي توجهاتك. دائما التجربة هي اللي بتصنع أصلا الأشخاص أكثر من إنه أنا أفوت أقرأ كتاب أو بس إني أتلقى. أنا وإبراهيم الصبح كنا عم نحكي إنه مش كل الرزق فلوس. بالضبط. اللي عم نشوفه على شخصية راما من ثقة، من شخصية جذابة، من قدرة على الكلام، هذا رزق. وهذا حقيقة يعني نتاج لكم أستاذ خلدون. يعني الحقيقة إحنا لما بنحكي عن العقبة إلها خصوصيتها، أعتقد ما بعرف قد بتحسوا إنه أنتم من الضرورة أنكم تكونوا على تواصل مع باقي محافظات المملكة،
أو إنه لا أنتوا تقولوا العقبة هي همنا الأول والأخير وأولويتنا. نعم هلا ستي بالعكس إحنا يعني عم نحاول إنه ننشر الأفكار اللي عم نطبقها بالعقبة بباقي المناطق حسب كل منطقة. هلا في بعض أفكار ممكن نطبقها بالعقبة ما بزبط نطبقها بإربد مثلا أو عمان أو شيء زي هيك، ولكن في بعض أفكار وبرامج اشتغلنا عليها كانت شاملة جميع المحافظات. فعليا اشتركنا مع عدة فرق، شبكنا مع عدة فرق بمعظم محافظات المملكة واشتغلنا عليها إيد بإيد. يعني راما بجوز حكت جملة مهمة وأنا بفتخر فيها، إنه إحنا دائما بنحاول بنحكي عن إشي اسمه من الشباب للشباب. يعني أنا لما بعطي راما أو المتطوعين الموجودين دورة توتي حتى يطلعوا يدربوا، أول إشي بخليهم يدربوا متطوعيني، فبنشوف كل واحد شو عنده موهبة شو عنده إمكانية ممكن يعطيها، بنخليه يبلش من المبادرة حتى يكسر حاجز الخوف ويطلع للمجتمع بقوة زي ما إحنا شايفين راما حاضنة تدريبية يعني على الجميع. يعني الأثر صراحة هو على الجميع، هو على الشباب وعلى الصغير وعلى الكبير. واليوم هاي بنحكي احنا مبادره شامله. الاستاذ رامي، العديد من الاعمال اللي قمتوها يمكن انا حابب كثير اني اسلط الضوء عليها. اليوم لما نحكي عن حديقه عالم ايجابي اللي اسستوها وبنحكي عن تنظيف شواطئ العقبه، بنعرف قد ايه العقبه يعني انتم المميز اللي عندكم دائما نحكي الشط والبحر الحلو اللي موجود. التنظيف لهذه الشواطئ، الدعم اللي عم بتقدموه للسياح اللي موجودين حتى انكم تعرفوهم اكثر على المكان، هذا بتطلب منكم انه يكون في اشخاص قياديين، تيم توزيع، كل حدا عم بيشتغل في نطاق معين. كيف بتم هذا التقسيم وايضا اشراك شباب؟ اول شيء احنا في اهتمام، خلينا نحكي، من المجتمع المحلي بالعقبه، من خاصه يعني خلينا نحكي الدوائر الرسميه، الجهات المعنية في اهتمام بهذا الموضوع وكانوا داعمين لنا. يعني الصراحة خلينا نحكي احنا كدورنا بالمبادرة كمنسقين انه بنعمل بنجمع الجروب، بنوزع خلينا نحكي الادوار، دور فلان كذا دور فلان كذا، فكل واحد بيعرف شو الان شو وظيفته داخل هذا الفعالية بدنا نعملها. مثلا فعاليات مثلا تنظيف او جمع النفايات من البحر، كنا نستعين مثلا بمراكز الغوص الموجوده كونه احنا ما عندنا يعني نحكي مهارات الغوص، فكان يعني كانوا داعمين لنا. مثلا الشرطه المجتمعيه كانوا داعمين لنا، المحافظه، يعني جميع الدوائر الرسميه ما كانت يعني تتاخر في هذا الموضوع، بالعكس كانوا داعمين لنا. فاحنا دورنا كمبادره كان يعني خلينا نحكي دور هو اساسي، لكن بالتعاون مع هاي الجهات حتى نعرف يعني نأدي هذا الواجب على أكمل وجه وباحترافية. نعم أنا بدي أحكي يعني كمعلم، أنا كان يعني أول بداياتي أنه أنا كان عندي مبادرات بسيطة إلي بالمدرسة مع طلابي مع كذا، بعدين توجهت أنه لازم يكون في إلي جهة حاضنة، يعني جهة أنا أحاول أشبك معها. فالأستاذ خلدون يعني ما قصر، يعني أول ما أجيت وقلت له أنا بدي أكون معاكم بالمبادرة كمبادر وكمتطوع، يعني قال لي على طول احنا جاهزين، يعني واستقبلني بكل صدر رحب، وبالعكس قدمني المساعدة وخلينا نحكي يعني وجهني انه شو اعمل شو اسوي. وبعدين قال لي انت بدي اياك معي منسق، لانه يعني شايف فيك انه يعني كقيادي والى اخره، بدي اياك تكون معي. وهذا إشي حفزني ويعني عمل عندي انه هاجس انه لازم اكون انا قد المسؤولية. والحمد لله نجحنا في جميع الاعمال اللي قمنا فيها وقدمنا اشياء كثيرة، بجوز الوقت ما بسعفنا انه نحكي عنها، لكن الحمد لله. يعني بالعقبة بتسأل عن مبادرة عالم إيجابي، هي عبارة عن أيقونة في عالم المبادرات. عندنا مبادرات كثيرة بالعقبة، لكن الحمد لله قدرنا انه نوصل هذه المبادرة ل يعني ل خلينا نحكي ل يعني لأسقف عالي جدا. وأكثر إشي أثر فينا إحنا بالمبادرة اهتمام سيدنا، يعني الحمد لله كان جلالة الملك دائما على تواصل معنا. برافو. ويعني في مكالمة مرة مع الأستاذ خلدون، يعني يعني بصراحة إحنا كنا انبسطنا من هذا الشيء. يعني ستي سيدنا الله يخلينا إياه هو من المتطوعين الأوائل في العقبة، وبصراحة شبابنا معظم شبابنا رافقوه على منطقة المفرق، وكان في صيانة للمدارس، بجوز في صورة من الصور موجودة. وسيدنا شارك المتطوعين الأعمال التطوعية اللي يقوم فيها. بصراحة سيدنا وصلت الأعمال اللي عم نشتغل فيها، تفاجأت باتصال هاتفي منه، وكان إلي الفخر الكبير أنه أسمع صوت سيدنا على التليفون، ونتمنى كمان أنه نلتقي فيه بالمستقبل. سيدنا بصراحة يعني قدم شكره للشباب، والشكر الأول له، حفزنا
دعمنا معنويا كلمات تشجيعية ويعني وحكى إنه أي إشي بتحتاجوه الديوان الملكي هو بيتكم كبيت كل الأردنيين، أي إشي بتحتاجوه كشباب إحنا جاهزين ندعمكم فيه. بصراحة يعني هاي أعطتنا حافز كبير ونقلنا أي ومسؤولية أيضا بالاستمرارية، وإنه ندير بالنا حتى وإحنا نشتغل إنه شغلنا يكون ضمن المسؤولية وضمن المجتمع اللي إحنا فيه بشكل مرتب وبمعايير عالية كمان. يعني أعتقد إنه هاي المكالمة هي حصاد للشغل اللي اشتغلته خلال الفترة الماضية. راما أنا بدي منك يعني كونك شابة ومن فئة الشباب، بدي منك أيضا رسالة للشباب اللي موجودين سواء كان بالعقبة أو خارج محافظة العقبة. بنعرف قدي أثر المبادرات علينا كشباب وقدي اليوم أنت تحدثتي ساعدتي كثير، بس لما أجيتي تفوتي سوق العمل وتدخلي هذا العالم وجدتي بأنه معاك مفتاح مش الكل معه اللي هو مفتاح المبادرات والتطوع. بالضبط، دائما بحكي هاي الجملة إنه اللي ما بيجرب ما رح يكون عم بعرف كل الصورة، ما رح يكون شايف كل الصورة كاملة. والتطوع عم بفتح لك فرصة إنك أنت تجرب وجرب بإيديك وتستخدم مهارات كتير ممكن أنت ما تكون عارف إن هي موجودة عندك. جرب، اطلع، اعمل، سوي، اسأل. أكبر غلط إنه إحنا أحيانًا مستحيل إنه إحنا نسأل، أو يمكن سؤالي غبي، يمكن سؤالي مش مكانه ومش وقته. بالضبط، مش وقته. لما يكون في عندك مساحة آمنة داعمة تعرف إنه أنت لما تسأل هذا السؤال ما رح يستهينوا في سؤالك ورح يجاوبوك على قدر المعلومة اللي أنت بدك إياها، صح. رح يكون عندك هيك شوية حافز إنك أنت تقدر تكمل تأخذ الخطوة بعديها تسأل سؤال أكبر، صح. وكل ما كبرت أسئلتك كل ما زادت معرفتك أكثر. فتطوع فرصة لكل شاب لكل شابة موجودة في الأردن إنه يعطي مساحة، يعطي مساحة، يعطي مساحة أكثر. بدون ما هو يكون خايف إنه أنا لا يمكن أخسر، يمكن أفشل، يمكن أتراجع. دائما سوق العمل بنحكي إنه هو شوي قاسي، مش شوي، كتير قاسي. قاسي بدك كتير مهارات. مرحلة الجامعة بتكون يا محلى مرحلة. أنت بس تطلع من الجامعة بتقول طب أنا شو بدي أعمل أنا وين رايح؟ بتكون أنت يعني طلعت من قوقعتك هاي الجميلة، أنت أصلا من المدرسة على الجامعة دايركت، بعديها فجأة لقيت حالك في عالم كتير كبير ومسؤولية عليك كبيرة. التطوع قد يكون خطوة ممتازة لهذا. وهيك فترة انتقالية من تمام. وقت المد تمام. من وقت الجامعة. راما أنا بدي أشكرك حبيبتي، ما شاء الله عليكم لا. أستاذ رامي، أستاذ خلدون، شكرا والله على هذا الجهد المبذول في العقبة الجميلة. بالله سلمونا على البحر وعلى أهل العقبة على الدفا. لازم تيجوا معنا. شرفوا معنا، شرفونا أكيد بالعقبة. نشكر الداعمين دائما. يسعدكم، شكرا جزيلا لكم. وإحنا حقيقة يعني حلقة نهاية الأسبوع انتهت، بتمنى إنه إن شاء الله تكونوا دائما بأتم الصحة والعافية. حاولوا تاخذوا احتياطاتكم في موضوع الطقس، لا تترددوا بالاتصال بالرقم 911 إذا بدكم تروحوا مشوار بعيد ومش متأكدين من الطريق. فبتمنى لكم كل الخير والسلامة. نعم، شكرا لك سمر، وشكرا لكل الأشخاص اللي تابعونا اليوم حلقة نهاية الأسبوع. يا رب نهاية الأسبوع خير علينا جميعا، وساعة الأخيرة مع الشيف علا نيروخ، وفي أمان الله إلى اللقاء.